السلام عليكم. يعتبر الصقر أسرع وأشرس مخلوق بيطير في السماء، وما فيش أي مخلوق بيضاهي مهارته وسرعته في الطيران، ولو حس إن في تهديد بيروح على مصدره وما بيخافش من الإنسان ولا حتى أي حيوان. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. تعتبر الصقور من الطيور الجارحة الأكلة للحوم، وبتعتمد في غذائها على القوارض والضفادع والأسماك، وبتقدر تهاجم الطيور في السماء وتغرس فيها مخالبها الحادة، وغالبا ما بتكسر ظهر الفريسة علشان تمنعها من أي حركة، وعندها أجنحة رفيعة ومدببة تقدر تطير بسرعات كبيرة، وبتساعدها كمان على تغيير اتجاهاتها بسرعات عالية جدا. نظره قوي 8 أضعاف قوة رؤية الإنسان، بيقدر يرصد الفريسة من على بعد 3 كيلومتر، وبيهاجم الفريسة بسرعة رهيبة بتوصل ل 390 كيلومتر في الساعة، وصعب على أي فريسة إنها تختفي عن نظره لأنه غالبا بيختار أماكن مرتفعة ومفتوحة قدر الإمكان، وده بيساعده إنه يكشف المكان بزاوية أكبر ويرصد فريسته بسهولة ويسيطر على المنطقة بتاعته كلها. الصقور ليها أكتر من 40 نوع، وموجودة تقريبا في كل أنحاء العالم من مناطق ساحلية وصحاري وجبال وغابات، وعمرهم في البرية بيتراوح من 12 ل 20 سنة، وفي حالة الأسر ممكن يوصل عمرهم ل 25 سنة. منقاره قصير والطرف بتاعه حاد، وبيستخدمه في قتل الفريسة. جناحاته مدببة وصوابعه طويلة بمخالب حادة، وممكن يوصل طوله ل 61 سنتي ووزنه لكيلو و350 جرام، والمسافة ما بين جناحيه بتوصل لمتر و30 سنتي. عنده جفن إضافي شفاف تقريبا بيتحرك من جانب للتاني عبر العين، وبيسمح للصقر انه يشوف من خلاله، وفي نفس الوقت بيحمي العين وخصوصا وهو بيطير بسرعات كبيرة، وفوق عينيهم ما يشبه النتوه واللي بيظلل عليهم من أشعة الشمس، وبيديهم رؤية أوضح بالنهار، وهو أمر مهم جدا بالنسبة ليهم لأن أغلب نشاطاتهم بتكون أوقات النهار. بتضع إناث الصقور من 2 ل5 بيضات في المرة الواحدة، وبتحتضنه لمدة شهر كامل تقريبا قبل ما يفقسه، وبيعتني الذكر والأنثى مع بعض بالصغار لغاية ما يكبروا ويقدروا أنهم يحصلوا على طعمهم ويدافعوا عن نفسهم، وبيضطر الأبوين إنهم يسيبوا العش للصيد ويجيبوا الطعام للصغار، وكل واحد بيصطاد لوحده وبيرجعوا بالصيد بتاعهم للعش علشان يطعموا أطفالهم، وبيستمر الصغار في الاعتماد على الأبوين تقريبا لمدة 3 شهور لحد ما يتعلموا إزاي يكونوا صيادين محترفين. ولو حابب إننا نتكلم عن حيوان معين قلنا عليه في التعليقات، وما تنساش تشارك الفيديو لو عجبك وتقول لنا رأيك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.